مساء الخير، اهلا بيكم. طبعا العيد على الابواب، كل عام وانتم بخير. وما يتبقى 10 ايام على العيد، يعني كلنا بنتلخم في شغل البيت وتنظيف البيت وتنظيمه وترويقه، وكلنا بنتلخم جدا ونسيب نفسنا خالص. بيجي العيد علينا نلاقينا متوترين وتعبانين نفسيا، وعندنا شعرنا بيتساقط وبشرتنا مش تمام، وكل ده بيعود علينا بالسلب. طيب نعمل ايه علشان اطلع من رمضان كده، او في اخر 10 ايام في رمضان اكون عاملة كل الواجبات اللي عليا وموضبة البيت ومنظماه وعاملة كل حاجة على أكمل وجه، في نفس الوقت كمان أخد بالي من شعري، من بشرتي، من صحتي، من حالتي النفسية والمزاجية، وأطلع من رمضان وأنا كده حالتي النفسية كويسة جدا. طيب أنا وأنا بعمل شغل البيت أو بنظف أي كان اللي أنا بعمله، لازم أهتم بنفسي، بشعري، وكمان ببشرتي. يعني قبل ما أبدأ في شغل البيت أو تنظيفه، لازم أعمل ماسك لبشرتي الأول أو ماسك لشعري، علشان أول ما أخلص كل الواجبات اللي عليا أو الالتزامات أو ترويق البيت تنظيمه، أكون برضو خليت نفسي كويسة جدا وأهلتها للعيد، وحالتي النفسية كويسة جدا، وكمان شعري جميل جدا، وكمان بشرتي منورة زي القمر. النهارده طبعا هنعمل ماسك حلو جدا للشعر، الشعر المجعد، الاكرت، الخشن او الهايش، وهخليه ناعم زي الحرير، وفي نفس الوقت كمان هيمنع التقصف والتساقط، وكمان هيغذي الشعر جدا. هنعمله طبعا، والمكون الاساسي معانا في الوصفه وهو الموز، من الحاجات الجميله جدا جدا اللي بيفيد شعرنا بشكل كبير. طبعا هنا معايا نوعين من الموز، الموز المستوي ده، وطبعا عندنا كلنا ولادنا اما الموز يستوي كده مش بيرضوا ياكلوه، فانتي مش هترميه، هنستخدمه في وصفه حلوه جدا للشعر. انا جايبه لكم الموز المستوي واللي هو مش مستوي اللي زي ده كده. طبعا ده احنا جميل جدا جدا، بس طبعا اللي افيد منه للشعر اللي هو المستوي ده. المستوي ده بيديكي نتيجة افضل بكتير جدا من الموز التاني اللي معانا ده. فاحنا هنستخدم في وصفتنا الموز المستوي، تمام. وعلشان الموز بتاعنا متوسط مش كبير، هنستخدم كده حبتين من الموز او 3 حبات على حسب شعرك. لو هتستخدمي لوحدك او انت وبنوتك، فهتستخدمي من حبتين الى 3 حبات على حسب الكمية اللي حضرتك محتاجيها، تمام كده. تمام بالشكل ده كده بقشر الموز بالشكل ده كده، والمستوي ده زي ما احنا قلنا بيديكي نتيجة فوق الممتازة، حلو جدا جدا، وكمان بيغذي الشعر، بيمنع التقصف والتساقط، وبيخلي شعرك انسيابي جدا وفي منتهى الجمال بالشكل ده كده. معايا كده حبيتين من الموز، وما ترميش قشر الموز، هقولك تستخدميه في ايه، لان حلو جدا، كنز كبير بيستخدم لحاجات كتيره جدا، وهقولك تستخدميه في ايه. قشور الموز يا جماعه مش بتترمي اطلاقا، بنستخدمها في حاجات كتيره جدا. وهضيف على المكونات بتاعتي معلقه من عسل الاسود بالشكل ده كده، عسل الاسود حلو جدا، بيطري للشعر جدا، خاصه الشعر الهايش، وكمان بينعمه وبيخليه انسيابي وجميل جدا. معلقه كده من العسل الاسود بالشكل ده، وهبدا اضيف معلقتين من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند بينعم الشعر جدا، بيخلي ريحته جميله جدا جدا، فهو من الحاجات الجميله للشعر. هضيف معلقتين كبار من زيت جوز الهند بالشكل ده كده، وهقول لك لو عندك قشره في شعرك تستخدمي لها ايه، وتخلصك من القشره الموجوده في من اول استخدام بفضل الله تعالى. هعمل لك وصفه تخلصك من كل القشره هتستخدميها مع الوصفه دي. وطبعا انا مش هستخدم في الخلطه بتاعتي ميه، انا هستخدم الخلطه الجباره اللي انا عاملاها دي. دي اوراق النعناع مع الشاي الاخضر، نقعهم من بالليل بالشكل ده على نص كوب ميه مقطره او ميه مسبك غليها وسبتها تبرد تماما، تمام كده. ونقعتهم كده من بالليل، وهبدا اصفي نص كوب على المكونات بتاعتي بالشكل ده. الشاي الاخضر هنا مرطب قوي جدا للشعر الهايش، وكمان بينعمه بطريقه رهيبه. كمان النعناع بيدي ريحه حلوه جدا للشعر، وكمان بيخليه ريحته منتعشه كده وجميل جدا، وكمان النعناع هنا بيعالج لي قشره الشعر، مع طبعا وصفه بسيطه جدا هقولك عليها تخلصي من قشره الشعر ده تماما تماما، وكمان هتخليكي مفيش حكه في فروه الراس ولا فطريات ولا اي شيء. تعالوا بقى نضرب الكلام ده كله كده في الخلاط، وهرجع معاكم مره تانية واقول لكم استخدام الوصفه دي ازاي. لو استخدمناها كل 3 ايام مره هتغير شعرك تماما تماما، وهتخليه ناعم،
انسيابي، هتمنع التقصف، التساقط، التشابك اثناء التسريح، وهتخليه في منتهى الجمال، كمان هتديله لمعه ما حصلتش. وبعد ما ضربنا المكونات بتاعتنا في الخلاط بقت معايا بالشكل الفظيع ده. بصوا حاجه كده في منتهى الجمال. طبعا في قطع ما انضربتش كويس بس مفيش مشكله، بالشكل ده كده اهي. ممكن اتخلص من القطع دي كده، بالشكل ده كده، وهبدا اضيف معلقه من النشا. النشا هنا يعني حلو جدا، بينعم الشعر بطريقه رهيبه، بالشكل ده كده. ضفت معلقتين صغيرين وهقلب لحد ما تدوب النشا تماما. النشا هنا مهمه جدا في الوصفه دي، بتنعم لي الشعر جدا جدا، تخليه انسيابي وجميل جدا. وبعد كده هرفع المكونات بتاعتي في حمام مائي، حمام بخار، لحد ما تلف في قوامها كالكريم بالظبط، وهرجع معاكم مرة تانية. وبكده بعد ما رفعتها في حمام مائي بقت معايا قوامها كريمي بالشكل ده. قبل ما استخدمها هسيبها تبرد تماما، وبعد كده هستخدمها كحمام كريم على الشعر. طبعا اكون غسلة شعري كويس جدا ويكون مرطب، ده اساسي، اكون منشفة كويس بس يكون برضو رطب كده، ما يكونش جاف او ناشف تماما. وهستخدم عليه الوصفة دي وهلفه كده، واضيف عليه بقى استريتش او كيس بلاستيك، اي شيء عندك، او بنيه لو عندك بنيه، وهتلبسيه كده لمدة ساعتين. هتكرري الخطوة دي مرتين في الاسبوع او كل 3 ايام مرة. حلوة جدا جدا، بتنعم الشعر جدا، بتخليه انسيابي وجميل، وفي نفس الوقت كمان ما بتسيبش فيه تشابك اثناء التسريح، وبتخليه في منتهى الجمال، كمان بتمنع هيشان الشعر تماما. تعالى اقول لك بقى تعملي ايه لو عندك قشره غزيره في شعرك وعايزه تتخلصي منها بمنتهى السهوله. تعالى اقول لك تعملي ايه. لو عندك قشره في شعرك هتجيبي زيت الزيتون او زيت جوز الهند، وهتستخدمي منه معلقه كبيره بالشكل ده كده. انا هنا بستخدم زيت جوز الهند لان حلو جدا وبيخلي الشعر ريحته مميزه كده وجميله جدا. وهضيف على المكونات بتاعتي معلقتين من الخل، خل التفاح او الخل العادي اللي موجود عندك تقدري تستخدميه لقشره الشعر بالشكل ده كده. وهبدا اقلب المكونات بتاعتي كويس جدا مع بعضها. وبعد كده هاخد الوصفه دي كده وعلى فروه الراس، وهستخدمها كتدليك في فروة الرأس لمدة 10 دقايق بالكامل. فروة الرأس بالكامل هفرق عليها المكونات دي او الوصفة دي لحد ما ادلكها كده لمدة 5 دقايق. والوصفة التانية دي بقى مش هحطها على فروة الرأس، الوصفة دي من اول نص الشعر كده وانت نازلة على تحت، ده هو اللي هغلفه بالوصفة بتاعتي دي. بلاش نحطها على فروة الرأس علشان ما تزود لناش القشرة لو احنا عندنا قشرة. لو ما عندناش قشرة هنستخدمها عادي خالص على الشعر كله، مفيش مشكلة، بس اهم حاجة ما ندلكش بيها فروة الرأس، ما ننساش ان احنا ندلك بيها فروة الرأس. وهنستخدمها على الشعر كله كده زي ما انا قلت لكم، وهنلبس البنيه بتاعنا ونسيبها لمدة ساعتين، وبعد كده هنشطف بمية دافية وحاجة كده في منتهى الجمال. مش عايزة اقول لكم وصفة حلوة جدا لتنعيم الشعر والتخلص من التقصف والتساقط، وكل الكلام ده بينتهي تماما مع طبعا الوصفة دي. تقدري تستخدميهم مع بعض مفيش مشكلة، دي على فروة الرأس ودي على اطراف الشعر، تقدري تستخدميهم مع بعض. ودول كانوا وصفاتنا النهاردة، اتمنى اكون فدتكم. لو استفدتوا ولو بمعلومة ياريت لايك وشير في الخير، وكمان لو اي حد عنده نفس المشكلة ياريت تشاروا الفيديو ده، الدل على الخير كفاعله. بحبكم في الله، مع السلامة. نسيت حاجة مهمة جدا، نسيت اقول لكم على استخدام قشر الموز. ما برميش قشر الموز، اقول لكم على استخدامات واستخدام قشر الموز. اولا كده باخد منه قطعة انضف بيها الاسنان، حلو جدا، بيبيض الاسنان، بينضفها، بيخلصك من اي سواد في الاسنان. وكمان بناخد برضو كده وندلك بيه البشرة، بيفتح البشرة جدا، بيغذيها، بيرطبها، وبيخليها في منتهى الجمال، كمان بيفتح البشرة. كمان نقدر نضيف عليه حبة من الملح ونغسل بيه الاسنان، بيخلصنا من الجير اللي على الاسنان، فهو من الحاجات الجميلة جدا المميزة اللي بتفيدنا بشكل كبير. كمان ممكن اجيب معلقتين من السكر واخد بقشر الموز واعمل سكراب للايدين والركب والاكواع، بينعمه جدا وبيشيل اي خشونه موجوده، وكمان بيفتح جدا المناطق اللي هي غامقه في جسمك زي مثل الركب، الاكواع، الايدين، كل الكلام ده بينتهي تماما بقشور الموز. فما ترموهاش تاني لانها بجد مفيده وبتستفادي منها بحاجات كتيره جدا. استغلي كل حاجه في بيتك، ان شاء الله مش هتحتاجي اي حاجه من بره. باي باي.